دورة هاي السنة حملت اسم الدكتور محمد عبد الجابري، هو مفخرة للوطني، مفخرة للعربي، مفخرة للمسلمين وللإنسانية، مفخرة من خلال مؤلفاته، من خلال بحوثه، ومن خلال فكره المتميز، من خلال أيضا البحوث والدراسات التي أنجزت حوله. فلذلك هو شخصية يستحق أن تكون الدورة الأولى في اسمه، وتستحق الداخلة مثل هذه الشخصية أن تحمل اسم دورتها الأولى. هذه الدورة إضافة إلى الندوة الأولى اللي حول فكر تقارب الفكر محمد عبد الجابري، دورة ثانية تقارب الشأن الثقافي المحلي، وتنفتح تظاهرة الأيام الثقافية للداخل 2017 على أطياف الثقافة الأخرى من خلال معارض تشكيلية وفنية في مختلف الأروقة التابعة للمديرية بالداخل، والانفتاح على الفن والموسيقى الحسانية والوطنية من خلال أماسي ثقافية فنية تتخللها قراءات شعرية وأمداح نبوية. موضوع الهوية الذي ناقشنا في هذه الندوة هو من الموضوعات الأساسية التي طرحها الأستاذ محمد عابد الجابري في الكثير من مؤلفاته، سواء فيما تعلق ببداية إنتاجه الفكري إلى نهاية هذا الإنتاج بوفاته. وقد ناقش الهوية من خلال هذا المفهوم الرسمي، ولكن بالإضافة إلى مجموعة من المفاهيم الأخرى التي تتقاطع معها من قبيل العودة إلى الذات أو بناء الذات أو الخصوصية أو التراث. وحاول الجابري في أكثر من دراسة كما بينا في المحاضرة أن يوضح العلاقة التي تربط الهوية بالعولمة، فانتهى إلى أن العولمة تنفي الهوية وتلغيها. على المستوى المحلي الأستاذ محمد عابد الجابري حاول أن يوضح أهمية الهوية في السياق العربي الإسلامي، وبين أن النقطة المفصلية في تكون هذه الهوية ترجع إلى بداية ظهور الإسلام، على أساس أن هذا الحدث كان مفصلي في هذا التاريخ. كذلك تحدث عن علاقة مكوني العروبة والإسلام في المنطقة المغاربية، فانتهى إلى أن هذين العنصرين يتطابقان في وعي المغاربة. أود أن أشكر مديرية الثقافة لجهة الداخلة على هذه المبادرة الكريمة التي تصادف الذكرى 7 لرحيل الفقيد، والتي تؤكد وتبرز مدى أهمية وراهنية المشروع الفكري للراحل، كما أنها تكرس ثقافة الاعتراف لرجل كرس حياته خدمة للفكر العربي وبحثا عن رؤية جديدة للإجابة على ما يعرف في الفكر العربي المعاصر بإشكالية النهضة.